أهلا بكم إلى أهم أخبار موريتانيا، وهذه عناوينها: نجاة طفل من فرس نهر مفترس بمقاطعة أنتيكان، وفاة شخصين وتسجيل عشرات الخسائر جراء الأمطار والعواصف، والمياه تغمر نواكشوط والسلطات تتدخل. نجا طفل من الموت بعد أن هاجمه فرس نهر في منطقة تابعة لمقاطعة انتيكان، وكان الطفل يسبح غير بعيد عن ضفة النهر عندما تعرض لهجوم من فرس نهر أصابه إصابات متفرقة إحداها في الرأس، وتدخل الأهالي الموجودون في المنطقة وتمكنوا من إنقاذ الطفل ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. توفي طفلة غرقا في نهر مقاطعة باباي جراء ارتفاع منسوب المياه، ولقيت سيدة مصرعها في مقاطعة باركيول جراء سقوط منزل بسبب الأمطار. كما سجلت المقاطعة ذاتها انهيار منزل وسقوط 11 عريشا إلى جانب عشرات الخسائر والأضرار المادية الناجمة عن الأمطار والعواصف. غمرت مياه الأمطار أجزاء واسعة من أحياء العاصمة نواكشوط مخلفة مجموعة من المستنقعات والبرك، وباشرت وحدات في مكتب الصرف الصحي عمليات شفط المياه. كما قال مدير المكتب إن قطاعه سيعمل للحد من تجمع مياه الأمطار خاصة في الداخل، ومؤكدا أنه اتخذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الفيضانات. أعلنت وزارة الإسكان عن اكتمال 80% من ورشة الأشغال المدرسية، ووصف الوزير الورشة بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية، مشيرا إلى أنها قادرة على استيعاب 35 ألف تلميذ خلال العام الدراسي المقبل. وتشمل الورشة بناء 22 مدرسة ابتدائية إضافة إلى 300 فصل دراسي توسعة لمدارس قائمة. ترأست موريتانيا أعمال الدورة 12 لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس المنعقد في نواكشوط بمشاركة وزراء اقتصاد الدول الأعضاء، وتهدف الدورة إلى المصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن المجموعة للفترة ما بين 2023-2033. نهاية النشرة وإلى اللقاء.